مرحبا حبايبي، أصحاب برج الجوزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء، ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا، وممكن تمتد للشهر كله، لأنه إحنا نقرأ طاقة، فلا تحددون الطاقة بوقت، ممكن الأحداث تمتد وياكم. قبل ما نبدأ القراءة، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وكتبوا لي شنو القراءات الجاية اللي حابين نسويها، أو الفيديوهات سواء كان اختر كارت أو اختر حرف، كتبوا لي بالتعليقات، أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتم طلبتوها من أكثر من شخص، وراح أسوي لكم الفيديو. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء، راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزاء، نقرأ الصعيد العاطفي، الصعيد العملي، الصعيد الصحي، والصعيد العائلي. يعني ممكن نقول حالة نقول يعني الشهر بصورة عامة لك، لأنه القراءة احنا هسه بعدنا بداية الشهر، فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كله. بداية برج الجوزاء طلعت لي ورقة غريبة جدا شوية، يعني لفتت انتباهي. بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس، أكو شيء أو رحيل مفاجئ، فقدان مريت بيه، أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان لمكان، أو من علاقة لعلاقة، أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة. طبعا هاي قبل ما أحكي الطاقة العامة، بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي، فحبيت إنه أقوله قبل ما أبلش بالقراءة بالطاقة العامة اللي موجودة. هي ورقة، البعض منكم يا برج الجوزاء أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ، أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس، أكو اهتزاز بالثقة عندكم. البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه، مقانع عن شكله بصورة عامة، حتى شلون نقول يعني أثر عليكم نفسيا. البعض منكم ممكن ما حاب حالة يعني شلون شكله او مظهره بصورة عامة، كله هو ما مقتنع بيه، بده يحاول انه يغير من نفسه. التغيير طبعا ايجابي، ولكن سبب التغيير هو شخص. هذا الشخص اشوف ممكن اكو كلمة حكاها، وهاي الكلمة هي اللي خلتكم انه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقب، مع انه برج الجوزاء مو من السهولة انه شخص يأثر عليه بكلام، بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار، بس اكو شخص اما قال او تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء، خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه، ما اقول شبه معدومة، وانما مهزوزة. فهو ده يحاول انه يجمل نفسه في سبيل انه ثقته ترجع له، مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياته الاحسن، لا، وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حكى هاي الحكاية او تصرف هذا التصرف ينتبه اليه. هذا الشيء غلط، اني ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما اقرأ، لانه صراحة الورقة هواي شدتني. ف يعني برج الجوزاء انت مو يعني شخص قال لك كلمة أثر عليك كذا، أكو شخص قال لك مثلا أنت ما حلو، أو أنه أكو أوه شنو هذا العيب اللي بيك. مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك. أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت له هذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية، أنت أساسا يعني متجدد.